بسم الله، أهلا بيكم. أنا مستر سام وبحاول أقدم سلسلة دروس اتعلم أمريكي، وهدفي في السلسلة دي هي إن اللي ما يعرفش إنجليش خالص يحاول إنه يتعلم إنجليزي بحروف وكلمات بسيطة، ويحاول إنه بعدين يكون جملة ويقدر إن شاء الله يتكلم إنجليش كويس، واللي يعرف إنجليزي يبتدي يصلح المعلومات الغلط اللي عنده ويعرف اللغة بتتقال ازاي من اهل بلدها، مش المعلومات الغلط اللي هو دايما او في حاجات كتيرة منها للأسف وبتتداول في التلفزيون وفي الراديو وبين الناس، وهي كلها معلومات للأسف خاطئة. مش هو ده مش انجلش خالص يعني. زي ما قلت قبل كده، انا اول واحد بيغلط. اذا كان في حد بيغلط في الانجليزي فانا اول واحد بيغلط. مفيش حد كامل، مفيش حد ملاك، كلنا بنغلط، ده شيء طبيعي، بس نساعد بعض وان شاء الله نتكلم انجليزي احسن. والمره دي حبيت ما اجيش لوحدي زي ما انتم شايفين، واجيب لكم معايا ضيف حلو صغنطوط امريكاني كتكوت لسه مولود، ان شاء الله هيكون رئيس امريكا القادم لما يكبر ان شاء الله. لو انتم عايزين تعرفوا مين اللي هيكسب في الانتخابات، انا بقول لكم هو اللي هيكسب اهو، الاستاذ باسم زي القمر حبيبه ما شاء الله عليه. وعلشان هو الاولادنا هم المستقبل، هناخد المرة دي حرف جديد، هو حرف الاف، حرف الاف، وهو بس الحرف ده علشان ما نطولش على الايه، على بص ما شاء الله عارف ابوه بيسافر بينام خالص زي ما انتم شايفين كده ويروح خالص. حبيت المرة دي يكون كده الدرس لذيذ وخفيف ومعلوماته بسيطة. ده بيرمي راسه براحته، ده ما عندوش مشكلة. الحرف الجديد اسمه اف. الاف بيتكتب كده، حرف الاف بيتكتب كده. احنا اخدنا حرف الاي المرة اللي فاتت، انا اسف، احنا اخدنا كمان حرف الاي. الاي هتزود شرطة كده، ده حرف الاي، ده حرف الاي. وقلنا الاي الصغير السمول بيبقى عبارة عن واو صغيرة كده صغنطوطة، ده حرف الاي. انما حرف الاف ده الاي، فاكرين ده الاي، خط كده وخط كده وخط في النص. الاف بقى، الاف خط زي الاي كده، بس مفيش بقى اللي تحت دي، يعني مفيش دي، وتحط خط صغنطوط كده. ده حرف الاف اللي هو الحرف الكبير، ده الحرف الكبير، حرف الاف. والحرف الصغير بتاعه زيه بالظبط، بس ما بيبقاش عامل، شايفين الخط هنا، الركن هنا في الخط ده اللي هي باينه، الركن هنا في الخط ده شايفين عامل ازاي؟ يعني كده ونازل كده، صح؟ لا، السمول بقى الصغير بيبقى عامل زي العكاز، بيبقى عامل دايره كده زي العكاز، وتقوم عامل دي فيها كده. ولما مش هنسى ابدا ان انا اول ما اتعلمت الحرف ده كان موجود في الورقه، كان شابك، كانت فلاور بتهيألي، كان حرف ال شابك فيه، فكنا لازقين في بعض، ما كنتش عارف، ولا والدي كان عارف ايه الحرف ده. كان ساعتها مع ان هو اول واحد، هو مدرس عربي بس اول واحد درس انجليزي، كانوا شابكين في بعض فكان شكله غريب كده. بس هو حرف الاف بيبقى عامل زي العكاز كده وفي خط، بس في المطبعه احيانا لما بتشبك فيه حرف بيلزقوا جامد في بعض ما يبانش. المهم ان الاف الكابيتال بيبقى خط كده وتنزل جامد، تقوم عامل خط صغير كده. اما السمول بيبقى عكاز كده وفي خط صغنطوط كده. يا رب ما يكونش الواد ده واخد انتباهكم بعيد عن الدرس. طبعا هو مدي قفاه، كان نفسي يلف ويد وشه، بس احسن عشان تركزوا في السبوره ما تركزوش في الواد. باسل انت نمت؟ حرف الاف عباره عن عكاز كده وفي خط، يعني شبه الكابتر بالظبط، بس حرف الكابتر بيبقى كده كبير وحرف السمول بيبقى صغير كده. زي ايه؟ زي كلمة future. يعني ايه future؟ يعني مستقبل. زي ايه؟ باسم كده ان شاء الله هيبقى ان شاء الله the future president of the United States of America، ان شاء الله هيبقى في المستقبل بإذن الله رئيس أمريكا القادم ان شاء الله. ما تبصلوش كده على انه هو بقى صغير وبتاع، فيعني لا، ان شاء الله هيكبر ويبقى رئيس امريكا القادم. حرف الاف زي ما قلنا
حرف الاف بيتكتب كده، والحرف الصغير بيبقى عامل زي العكاز كده، الكبير بيتكتب كده والصغير شبهه بالظبط بس زي العكاز كده اهو، ويتكتب كده. والكلمة اللي هي بنستعملها على فيوتشر، على حرف الاف، هي فيوتشر. فيوتشر يعني المستقبل، فيوتشر يعني المستقبل. اف الحرف اسمه اف فيوتشر. نرجع ننطق تاني الحروف دي، A B C D E F. A B C D E F. 1 رقم 1، 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6. واحنا دلوقتي في الدرس السابع، السابع بيتعمل كده ويتكتب كده اللي هو 7 7 7، عبارة عن خط كده ونازل كده عكس الاف تماما، واحيانا ما بنحطش فيه الخط الصغير ده، يعني بنكتبه كده 7 من غير الخط الصغنطوط ده، ويستحسن تعمله كده عكس الاف. يعني الاف دي لو قلبتها تبقى 7. يعني ايه 7؟ يعني 7، 7 بالفي. مفيش حاجه اسمها 7 و 7 اب، 7 اب مفيش حاجه اسمها 7 اب، اسمه 7، 7 بالفي، 7 بالفي زي 5 بالفي. تاني اهو تاني اسمه زي ما قلنا هنا، طبعا بس النام خالص، زي ما قلنا هنا 5 يعني 5، بنقول 7 يعني 7. ده 5 فيه ي وثلاث نقط، الحرف ده مش عندنا، اسمه في 5. السبعة اسمه 7، مفيش حاجة اسمها 7، اسمه 7 دي دايرة ثلاث نقط 7، واسمه 7 اب، 7 اب بينطقوها على بعض كده 7 اب، مفيش 7 اب مفيش كده 7 اب، 7 اب 7 بالفي. اوكي ما تقوليش 7، ما تقوليش 5 7 وبيتكتب كده عكس بالظبط حرف الاف زي فيوتشر. هم دول المستقبل فيوتشر. ربنا يا رب ينصركم ويفرحكم بعيالكم وتسيبوا لهم حاجه وتعملوا حاجه مفيده، تحاولوا تعملوا زي ما انا بعمل كده بمجال الواد ده، حسيت ان انا لازم اعمل حاجه افيد بيها حد، اقول لربنا يا رب زي خلي بالك على عيالي زي ما انا نفسي اعمل حاجه كويسه اساعد بيها ايه غيري. اوكي ذاكر كويس، حاول تنطق زي كده وطلع صوتك واكتب كتير، كل ما يبقى عندك وقت فاضي حاول انك انت تكتب كتير وتنطق بصوت عالي. خدنا المره دي حرف الاف، وخدنا رقم 7 7، والاسم 7 اب مش 7. اوكي سلموا على باسم بقى حبيبي، بص بينام في حضن بابي عسل حبيبي. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى لكم بسم الله، ولا اتمنى لكم ولا اي حاجه، لا خليكم معايا، انا مش مستريح كده، الواد حاسس ان هو باسم ابن الصغير ده حاسس ان الحصه كده او الدرس يعني ما خدش حقه، فايه معلش ركزوا معايا تاني. عايز بس ايه ااكد على حاجه صغيره، الحروف اهي احنا عندنا حرف الاي، حرف الاي اللي هو الالف ماشي، وحرف البي اللي هو البي تمام. بس في حروف في الانجليزي مش موجوده عندك في العربي، وانت لازم تهتم بانك تنطقها زي ما هم بينطقوها.
وبعدين في حروف اسمها الحروف المركبه. ثانيه واحده هنجيلها. البي اللي هو البي، وقلنا بعدين هيجي حرف بعدين اسمه بي، صح؟ اللي هو البي تقيله. وعندك انا بسمي الحرف ده في العربي كده، واحد اثنين ثلاثه، عشان ارمز له ان ده بي مش ب، ان ده بي مش ب، ماشي؟ لان ده ليه كلماته وده ليه كلماته، زي ما قلنا باد وباد، تمام؟ دي كلمه ودي كلمه ثانيه، نفس الحكايه. بعدين عندك حرف الايه؟ السي، اللي هو ايه؟ اللي هو السي اللي هو بيتنطق سين؟ لا، بيتنطق ايه؟ كاف، صح؟ امتى يتنطق سين؟ لو سي اي يتنطق سين، ولو سي اي يتنطق ايه؟ سين، صح؟ احنا كده تمام؟ ماشي. بعدين عندك حرف الايه؟ الدي، ده كده بيتنطق ايه؟ دال. بعدين عندك حرف الاي، كده بيتنطق الف والهمزه ايه؟ من تحت، والالف والهمزه من تحت، صح؟ بعد كده عندك حرف ايه بقى؟ الاف. انا كالعاده الحروف كبيره فعايزين مكان. ماشي، السبوره الصغيره دي. بعد كده عندك حرف الايه؟ الاف اللي هو بتاع النهارده، خط كده وخط كده زي ما قلنا، وده كده، ده اللي هو الايه؟ الف. واضحه كده؟ ايه بقى اللي عندك في الانجليزي مش موجود في العربي؟ الفي، ده حرف جديد، سبعه كده، شايف السبعه دي؟ ده الفي، والصغير بتاعه سبعه، والاثنين اهو، شايف الاف والصغير بتاعه قلنا زي العكاز كده، ما فيهوش الركن ده، صح؟ وبيتعمل له خط صغير كده، انما الفي بيبقى سبعه كبيره والفي الصغيره سبعه صغيره. وقلنا لو بص شبه الايه؟ السبعه، الاف شبه السبعه بس بالمقلوب، ومش ضروري تعمل له الشرطه دي، مش ضروري، خليها كده من غير شرطه ولا اي حاجه يعني كده من غير شرطه ولا اي حاجه، خلي السبعه كده. ماشي؟ الحرف ده هناخده مع ده، ده الفي اللي هو شبه الفيه عندنا، بس ده واحد اثنين ثلاثه، ثلاث نقط اهم، النقطتين تحت والنقطه فوق زي ما عجبك، المهم انه ثلاث نقط. ده ايه؟ في زي ما قلنا، ده اف وده في، ماشي؟ خلاص سوري. خلاص ده كده، امسح ده، امسح ده، ماشي. الحرف الجديد النهارده جنب الاف اللي هو الايه؟ الفي. مش لازم انا بقى اقعد احفظك كلمات او اعمل زي المواقع اللي بتعمل ايه؟ اللي هو يقعد بقى ايه يقول لك، يدور لك اي كلمه بتبدا بحرف الفي عشان يقول لك ان في حرف ده اسمه في بيتنطق فا 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 كده، وانك انت لازم لا، وليه اوجع دماغك؟ انا ما هوجع دماغك بالكلمات ما تقلقش، بس ايه؟ انا خلينا في الكلمات زي ما انا قلت اللي فيها الفي وانت عارفها، بس احيانا يعني مش كلكم، احيانا في ناس بتنطقها غلط وتروح تقول ايه فيه، زي ما قلنا ايه؟ خمسه، قلنا انه ايه؟ فايف، ادي فيه اهي، وده حرف الاي زي ايفون، وادي الفي وادي الاي، يبقى ايه؟ فايف، ثلاث نقط اهو، ماشي؟ ادي الفي اهو، فايف زي ما قلنا، والسيفن ادي السيفن اهو، ماشي؟ اهو سيفن اهو، اي ان، ادي الفي اهو، ادي حرف الفي اهو، سيفن، صح؟ مش بالف، بالفي، صح؟ تمام كده؟ ماشي. ناخد كام رقم كمان عشان تبقى الحصه كده مثمره، ماشي؟ لان اكيد الارقام الانجليزي يعني كتير عندكم سهله بالنسبه لي. المهم ان احنا اخذنا الاف، خدنا معاه ايه؟ الفي، وقلنا الفرق ما بينهم اهو، دي 5 مش 5، مفيش 5، وزي ما قلنا دي 7 بالفي، مفيش 7، وال 7 اب اسمه 7 اب، بينطقها مره واحده ما بيقطعهاش.
ماشي. نعمل خط كده. بعد رقم 7 بيجي رقم ايه؟ 8. بيجي رقم 8. 8 بيبقى عامل ازاي؟ كده دايرة كده، وتقوم لافف دايرة كده وعامله كده، دايرتين فوق بعض. 8 اهو، هقوم جاي هنا لافف دايرة اهي، باين انا كده لافف دايرة اهي، واقوم لافف دايرة تانية وعاملها كده. 8 يعني ايه؟ 8. بص بقى، لو انا هكتب 8 يعني، بصوا انا كتبت ده 7 اهو، طبعا دي بتشوفوها في ال 7 اهي، بتشوفوا انتوا ديت اللي هي 7 اب لما بتشتري ازازه 7. و 8 نكتبها انجليزي الاول ولا عربي كده؟ ماشي، 8 بتتكتب ازاي بقى؟ 8 كده اهي، عشان في ناس بتبقى عايزه الكتابه بالعربي عشان تعرف تنطقها. 8 اللي بقى احب الفت نظرك ليه بالنسبه للرقم ده ايه؟ يعني ايه 8؟ 8 صح؟ هو نفس النطق بتاع الكلمه دي، ادي حرف الاي وادي حرف التي، هناخده بعدين اللي هو التي، ماشي؟ هناخده بعدين، وادي حرف الاي اللي انت عارفه. 8 يعني اكل في الماضي. لما اكون انا كلت في الماضي خلاص اجيب لك تاكل؟ لا، انا كلت خلاص، كلت. كلت في الماضي يعني ايه؟ 8. يبقى مش 8 اللي هو الرقم ساعتها، يعني الجمله لما بقول لك تاكل فبتقول انا كلت، مش معنى بكون بقول لك انا 8. فالنطق واحد انما الكتابه بتختلف. بعد كده عندك رقم، هوبا معرفش الاقلام ليه عماله بتطير مني. 9. 8 في العربي عامل ازاي؟ كده 8 اهو، صح؟ كلنا عارفين 8. انما 9 في الانجليزي عامل ازاي؟ في العربي يعني ده انجليزي اهو، انجليزي. طب عربي 9 برضه، يعني انجليزي وعربي واحد، ده 9 وده 9، ده 9 وده 9، نفس الكتابه هو بينه 9. ادي ان هناخده بعدين، اي ان اي، نون ي نون، نون ي نون. 9 7 8 9، يعني ايه 9؟ 9. سهله. بعد كده اخر رقم، لان بقى 11 و12 و13، 13 خدناها فاكرين، و14 هنجي الحاجات دي بعدين. رقم 10. بص ال10، الواحد زي الواحد عندنا بالظبط في الانجليزي اهو، بس الصفر يبقى احنا محتاجين ناخد رقم 0 بعد كده. الزيرو ده 1 اللي هو 1، وده 0. لو في ناس مش يعني، لازم اتخيل ان في ناس ما تعرفش حتى يعني ايه 0. 0 0 هما بينطقوا كده، 0 0 يعني صفر، مش 0 احنا بنقول 0 اللي هو 0 يعني صفر. الصفر بيبقى دايره زي الخمسه، زي الخمسه عندنا، انما في العربي بيبقى ايه؟ نقطه، مش كده؟ وده 10. يعني ايه 10؟ مش 10 9 10 مش 10 كده 10. بص المادة 10 9 10 مش 10، مفيش ما تاكلهاش كده تقول لي 10 10 انطق زيهم. ارجوك يا شيخ يا ستي اتوسل اليكم، انطقوا بصوت عالي، ما تطنشوش تدريب النطق، اقفل على نفسك وانطق بصوت عالي. 10 10 10 ومد شويه كده 10، عشان انا لما بكون بسمعك اسمع ايه 9 10 زينا 9 10 ها، ما لحقتش انطق زيهم، ماشي؟ 10 هي تي اي ان، فطبعا عشان احنا في ثقافتنا عارفين ان الاي يبقى كسره يبقى تين كده، لا 10 فيها ماده 10 اهي. لا انا هعمل الف اهي، مش هكتبها ت نون.
تيه نون؟ لا، تان في ألف، ومش تان ومش تا، هي تاء تان مش تاء، لا لأن دي مش اي، دي اي، تبقى تان وتمد شوية كده ماشي. يعني ايه تان؟ 10 ماشي، يبقى ايه 5 بعدين 6 7 8 اهو 9 10. وعندنا حرفين الف والفي، حرف الفي زي 5 وفي 7 اوكي. يا رب يكون بقى كده، مش هرجع لكم تاني خلاص، هتكون الحصة كده يعني اثمرت شوية واتعلمنا شوية حاجات بسيطة. صدقوني الحاجات دي هنبني عليها حاجات تاني بعدين، وكلمات وشغلانات، وهحتاج منك مجهود شوية، مش المحاضرة الجاية دي، اللي بعدها، عشان اللي جاية ديت هيبقى حرف ومعاها حاجة كده سنة كده ازاي تكتب الحروف صح، علشان لما نيجي نكتب الكلمات في الدرس اللي بعده هنخش خشة جامدة. هي الدرس اللي جاي اللي بعده ده واللي بعده، مش اللي جاي ده اللي بعده، يعني اللي جاي وبعدين التاسع هيبقى اقوى، والعاشر وكلمات بقى، لانك مش هنفضل ندي في حروف وحضرتك قاعد مربع ايدك طول الوقت. لا، الحروف دي هنعمل منها كلمات، ونبتدي بقى نقول لك بص دي كلمات كتيره قوي في اللغه عندنا بخصوص الحروف دي، بس تخيل ان انت تبقى عارفهم كلهم وانت لسه بتقول يا عبد الهادي. اظن يبقى كده ساعتها دخلنا في شهرين، مفيش مقدمات تانيه، مفيش رغي، هنخش بعد كده مش الدرس الجاي ده اللي بعده، هنخش في الشغل على طول. فيبقى كفايه عليكم قوي كده شهرين حلوين اهو، تجمدوا كده وتشدوا معانا علشان ايه تتكلموا امريكا ان شاء الله قريب. ويا ريت اشوف مشاركات، عايز انزل بوستات تانية وترجمه وحاجات عشان الناس تبتدي تدور وتبص وتعمل، ولا انا عامل الفيديو الكتب والحاجات ده لمين، والسايت بتاع جوجل ترانزليت ده مين اللي هيخش عليه؟ عايزين نشد شويه ونبتدي ننطق ونسمع ونتكلم ونعمل، حتى لو انت مش عارف ها تبتدي تشغل عقلك، يبتدي يسخن شويه معانا، ويبتدي مخك ايه يتحرك شويه ويفكر ازيد، حتى لو في حاجات سابقه او غير، يعني لسه شويه بدري عليها، بس معلش عشان لما نجيلها تبقى انت ان شاء الله زي الفل، وتلاقي نفسك بتتكلم انجليزي كويس وصح ومظبوط وعندك كمان خلفيه عن الكلمات، ونقدر ان احنا نخش في قواعد، فيبقى عندك شويه كلمات نقدر نعمل منها الجمل بقى، نوريك الجمل ازاي والقواعد ازاي وطريقه السؤال والاجابه ازاي بطريقتهم هم، مش بطريقتك انت، بالانجليزي بتاعهم هم، مش بالعربي اللي انت بتقوله في شكل كلمات انجليزي ومتوقع منه انه يفهمك. اوكي، يلا نشوفكم ان شاء الله، مع السلامه.